دكتور شيرين، عندي هنا ابطال وعندي لسه وحوش لسه بره هيدخلوا ان شاء الله الاستوديو. كلوا اللحوم البرازيلية. مهندس سمير سويلم بيقول لك ما احنا بنستوردها وفقا لضوابط صارمه جدا، يعني اهم تحليل الخلو من الهرمون. ازاي بقى حضرتك انت حتى اللي اثرتي هذه القضيه معايا وبتقولي الحق ده نص الرياضيين المصريين هيتم استبعادهم بسبب اللحوم البرازيلية؟ هقول كلهم. والاخطر كمان انها هتنعكس على صحه الناس، مش كل الناس بتلعب رياضه، في ناس هتقول عقم، سرطان، كل ده ممكن يجي لنا. اتفضل. انا ارجو بس ايه اخد مساحه من الوقت يا استاذ وائل، لان الموضوع فيه منتهى الخطوره. الموضوع ده انا حابه اتطرق منه لما يتم مناقشته الان في مجلس النواب عن تداول الادويه البيطريه، وانها الخناقه اللي دايره في ايد صيادله لا في ايد بيطريين، والمستحضرات الطبيه البيطريه. انا طلبت من الاعداد بتاع حضرتك يكون في حد من نواب البرلمان موجود النهارده عشان اقول لهم شوفوا. سالنا نواب البرلمان قالوا احنا ما نعرفش يعني ايه هرمون اصلا. دي لجنه الصحه يا استاذ وائل، دول اطباء، دي مصيبه. امال هم بيناقشوا ازاي وجود الادويه البيطريه؟ خلينا اناقش دلوقتي. انا معايا من يستورد بينهم. ما هو من يستوردون اللحوم هذه اللحوم؟ انا طبعا معترض على كلام استاذ سمير، هو حقه انه يدافع عن اكل عيشه الراجل، لكن ما يقوليش في ضوابط وصارمه. لا يا فندم، ما هو ده شغلي، ما انا شغال بعد اذنك. ما تقاطعنيش، شوف انا ما قاطعتكش. انا لو سمحتي احنا بنتكلم كلام علمي. طب ما هو فعلا اكل عيشك، هو دي مش تجارتك يا فندم. هي كلمه اكل عيشك دي يعني كلمه وحشه عشان تقولي اكل تجارتك يا فندم؟ ولا زوجتي ولا حاجه. انا ما اذا هندخل في احاديث جانبيه كده يا استاذ وائل انا مش هعرف اتكلم. لا ما نسمعه. زيك مواطن مصري يهمني. اصل انت بس يا فندم، ما هو ده شغلك، صحه المواطن زيك انت حضرتك. ما تكلمنيش في نواحي علميه ارجوك. اصل لما تقولي اكل عيش تكلمي كلام في المطلق دلوقتي. لا مش في المطلق، انا لسه ما دخلتش. ده يعني كلام علمي هتقولي واخده بالك اجيب حد من الناس. طب حضرتك خلص. اصل انت لما تقولي اكل عيش يبقى كانه عايز ياكل عيش على جثه المصريين، يعني على جثه المصريين. هو ما ادانيش فرصه اتكلم، هو مش ذنبه، ذنبي انا كجهه رقابيه، انا اللي راقب. هو الراجل ماله؟ طب ما الجهات اللي بتراقب دخلت. لا هي اللحمه دي وانا اللي براقبها. طب وانا جايه بقى خابت فضل. لا اصل انا هنا عايز احنا طبعا طلبنا من وزاره الصحه ومن وزاره الزراعه لكن رفضوا. طبعا يعني عشان بس البعض ما. لكن هنا كمان هو بيدخلها هو بموافقه مضرور هنا كمان. بموافقه يعني وزاره الصحه ووزاره الزراعه فاكل عيشك برضو. وانا مصره انت مضرور برضو. يعني لما لو حصل انه احنا كدوله خدنا اجراء ضد كل ما يحدث فسيادتك هتتضر. انا بقولها بصراحه. اجراء ليه لو سمحتي؟ انا بستورد بضاعه تحت شروط معينه. انا مش عارفه اتكلم يا استاذ وائل بعد أيوة اذنك. ما لحقتش اتكلم. انت قلت لي ما تقاطعنيش فارجوك ما تقاطعنيش، التزم باللي انت قلته. بشكر حضرتك طبعا انه تواصلت سريعا في اللي حصل ده. كلمت انا حضرتك وقلت لك ده في على قنوات النيل التخصصيه اثناء اذاعه ماتش الزمالك اللي هو كانت الدنيا قامت بقى الزمالك والاسماعيلي، انه المعلق الرياضي وده تلفزيون دوله قعد يحذر يا شعب مصر الحذر 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 من تناول اللحوم المستورده، اللعيبه بيتم ايقافهم، دي ماده ليها اضرار. فبصراحه يعني احنا كده وصلنا لمرحله جنان ان يتم التحذير. ده راجل رياضي وشايف. مش كل اللاعبين في كل دول العالم بياكلوا؟ ما هو بيقول لك البرازيل هي اكبر مصدر للحوم في العالم. انا هقول لحضرتك وبالتالي يعني رضوى اللي انت بتلعبيها في الكاراتيه ما هي اكيد بتاكل لحم برازيليه كمان. مش كلنا بنحلل. ما هو انا ده اللي انا عايزه اقوله لحضرتك. دول بيحللوا لما يكونوا طالعين بطولات دوليه، انما الاتحادات الرياضيه. وانا بقول لحضرتك اهو كل اللعيبه بتحلل. لا يا فندم، لا الاتحادات الرياضيه لو حللت كل اللعيبه المقيدين في جميع الاتحادات الرياضيه المصريه بياخدوا عينات كده، بياخدوا عينات من اللي مسافرين، من اللي مسافرين دورات اولمبيه وبطولات دوليه. خلاص اللي بيمسكوه في لحمه بيستبعدوه. يعني دول العدد اللي ظهر قدام حضرتك ده اضربه في 10 او في 100 في جميع الاتحادات الرياضيه المصريه، اللي ما بيسافروش، اللي ما شاركوش في بطولات دوليه. لان النادو وهي لجنه مكافحه المنشطات المصريه لا تسحب عينات الا من اللاعب اللي هيسافر في بطوله اولمبيه او بطوله دوليه، انما انها بتسحب من طيب. جميع اللعيبه. قولي لي تاثيراتها عشان بس المشاهد كمان يبقى معانا. تمام. مش كل الناس بتلعب اولا، هي ومش كل الناس يهمها البطولات. هل هي بتؤذي صحه المواطنين؟
يعني هو مش كل الناس بتلعب بطولات، لكن احنا اولادنا في يوم من الايام هيبقوا مكان دول. انا فرحت بشكلهم، شباب مصري زي الفل، انا حزينة عليهم والبقية الجروب اللي هيجي وحضرتك شفته، الناس هتحزن على اللي احنا فيه. المادة دي يتم حقنها للابقار علشان تديني تو افكتس او تأثيرين. رقم واحد، بتزود وبتسرع من وزن الحيوان، بتعليلي وزنه من 250 كيلو جرام ل 500 كيلو جرام، يعني الضعف، وفي عجول بتوصل ل 600 و700 كيلو جرام. يعني هي يحقن بها، تحقن بها الابقار يعني. بالظبط، ماده بتحفز النمو. ثانيا، بتقلل لي جدا نسبه الدهون في اللحوم، وده هو عباره عن مكافئ للهرمون الذكوري، لان جسد الرجل الدهون فيه مش كتيره، مش زي جسم الست. لذلك هي بتديني التاثير الضار، كان البنت واخده هرمون ذكوري، بيطلع الشعر في اماكن غير معتاده في البنات، الصوت بيتخن، هيفي ماسكوليتد عضلها، يعني هي بتقول لحضرتك انا وزني زاد مع ان جسمها رفيع، لان عضل الراجل اتقل وقد يكون ارفع من البنت. التأثيرات دي فعلا وزنك زاد فعلا وزني زاد بعدها بكتير، وزني زاد. انا ما كنتش عارفه يعني، انا كنت بخسس فعلا لميزاني، انا كنت بلعب تحت ميزان 68 كنت واصله مثلا 64، ده اللي هو اللي انا بتخن فيه قوي، وصلت ل 67 و68 وابتديت اخسس. والصوت كمان زي ما انت بتقولي لقيت فيه تخن في الصوت. طيب يعني تؤدي لسرطانات الثدي برضو في السيدات، تؤدي لسرطانات الثدي. المادة دي لو تم حقنها، هي من المعروف انها لا تحقن ابدا في جسم بشري، لو تم حقنها في جسم بشري يا اما بيحصل لي sudden death او موت فجأة at once، يا اما سرطانات سريعة جدا. هي في مادة مكافئة ليها في اللحوم البلدي بيتم حقنها، اسمها مادة الاكواجان. المادة دي فعلا في لعيبة بتتعاطاها، احنا لينا ابن واحده زميلتنا لسه متوفي من يومين، عنده 29 سنه، بيتعاطوها. دي ماده المحليه، مش الماده اللي هي اسمها الاكواجان. الاكواجان بيتعاطوها عشان عضلات وبتضر حيوانات، هي عامله هرمون زي هرمون النمو، بتديني وزن. انت خدتها قبل كده يا محمد؟ لا اعرفها ان هي بتضر حصان في منتهى الخطوره. دي ماده، وانتوا بتعملوا العضلات دي ازاي يا محمد؟ انا باكل 8 مرات في اليوم يا استاذ. بيقول بيفطر ستيك 2 كيلو جرام ستيك. بيفطر ستيك ربنا يحرسك يا محمد، امسك الخشية يا جماعه، اصل بعض يقول لك بصلني في عضلاتي يعني. انا شاهدت موقوف يا عيني اهو. فلجنه النادو مقرة ومعترفة، والولاد دول كلهم معاهم شهادات بكده انها مادة الراكتوبامين. طب ما الناس بتاكل لحوم برازيلية دكتورة شيرين بقالنا سنين، واحنا حللنا في اجسامنا. طب ما انا هقول لحضرتك حاجة، هو نسبة السرطانات زادت ليه؟ في بنات عندهم 10 سنين و12 سنة عندهم بريست كانسر، سرطان الثدي. يعني انا شفت بعيني، حتى ايفن الرجالة، انا شفت في مراكز خاصة بالنساء لفحص سرطان الثدي، في رجالة بتعمل فحوصات سرطان الثدي. احنا يعني مش هندفن راسنا في الرمل يا استاذ وائل. نسبه السرطان في بلدنا زادت جدا، الكونفيجريشن بتاع البنات فعلا اختلف تماما، حتى طريقه التعامل او الطريقه يعني السلوك البيهيفير اختلف تماما. طيب احنا ما بنحللش. السؤال المنطقي بقى، عشان هنا المهندس سمير لازم يجاوب عليه، اتفضل. طب بتدخل ازاي؟ انا بقى حابه اقول جزئيه. بتدخل ازاي؟ لجنه النادو من 2015، استاذ اسمه ايه، احمد غنيم ولا سمير غنيم؟ اسامه غنيم كان خاطب الاتحادات الرياضيه، خاصه اتحاد الكره الطائره، في موضوع كابتن محمد محسن. محمد محسن هينضم لينا بعد شويه. ما تاكلوش لحوم برازيلي، ما تاكلوش لحوم برازيلي. ده بعد ما وحذر كمان. بعد ما انا كنت اول ماده، فبعد ما طلعت هم قالوا 2015 الكلام ده، وكمان حذر هم قايلين يعني اللي مكتوب في وسائل الاعلام مصلحه الطب البيطري، هي طبعا الهيئه العامه للخدمات البيطريه، خدوا اجراءاتكم الوقائيه ضد الماده دي، وانذرهم يعني بشكل انه في كارثة. ده من 2015. ماذا فعلنا من 2015 حتى الآن؟ أنا عايزة أفهم. لو إحنا كنا تحركنا، ما كانوش الشباب اللي زي الورد دول اللي هم حتى 2016 بيتم سحب عينات، وأنا أكاد أجزم إن النادو لو نزلت سحبت عينات من كل اللعيبة المقيدين في جميع الاتحادات المصرية الرياضية، هيلاقوا أضعاف أضعاف العدد ده. دول العدد اللي سافر، اللي كان على وشك السفر، لكن أنا عندي كتير تاني. وبعدين يمكن هم اتسحبت منهم العينات في خلال يعني الفتره اللي هي اللي بنسميها الويذدرول، او فتره تخلص الجسم من هذه المواد، ولو ان تخلص الجسم منها صعب جدا، لان المواد التخليقيه قد لا يتخلص منها الجسم ابدا، وده سبب وجودها في اللحمه. يعني انت هنا شايفه، ما هو عشان هنا شايفه انه في ضعف الرقابه، يعني لو في انا اعرف يا فندم
ما تدخلش اللحوم البرازيليه مصر. مع زملاء ومش عايزه اضرهم واقول فين، لكن هم المنافذ اللي بتستورد سوري اللي بتستقبل هذه اللحوم. يا جماعه انتوا بتحللوا اللحوم البرازيليه ضد الريكتوبامين؟ قالوا لي ابدا. طب ليه؟ قالوا لي لان ما فيش انسيدنس او يعني سبقت ظهور ليها. هي كانت معروفه في اللحوم الامريكي والمكسيكي، و2013 حصلت ازمه رهيبه ما بين روسيا وامريكا، لان روسيا رفضت شحنات ضخمه جدا من اللحوم الامريكي لوجود ماده الريكتوبامين فيها، وحصلت ازمه سياسيه كانت هتطيح بالعلاقات بين البلدين، وكان في توتر، وبعد كده قبلت روسيا على مضض هذا الكلام. لو الماده دي يا فندم سليمه، ازاي 160 دوله بتحرمها؟ عندك دول الاتحاد الاوروبي كله، دول الاتحاد الجمركي الروسي، روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، كل بس ما بيمنعوش دخول اللحوم البرازيلية. لا، ما هو لانه كانت معروفة جدا في اللحوم الامريكي والمكسيكي. هم ما يمكن هم ما بيستوردوش لحمة برازيلي، يمكن بيجيبوا مكسيكي. انا بتكلم عليا انا كدولة، ما بستوردش اغلب اللحوم اللي بنجيبها هندي او برازيلي. لما وزارة الزراعة وقفت استيراد اللحوم البرازيلي نتيجة الفيديوهات الصادمة اللي كانت اتسجلت في المجازر، وحصلت لقاءات تلفزيونية كتير، وفجأة وزارة الزراعة اعادت استئناف استيراد اللحوم البرازيلية، وكان لسه الكلام ده من فترة بسيطة، شهر او شهر ونص. هل حطت في اعتبارها تحليل اللحوم البرازيلي ضد هذه المادة؟ وخاصة أنا بكلم حضرتك أنه الكلام ده هم على علم بيه من 2015، هو ده كلامنا. هل أنتم عندكم ما يثبت أن تم تحليل عينات جميع الشحنات الواردة لمصر من اللحوم البرازيلي، خدتوا منها عينات حللتوها ضد مادة الريكتوبامين؟ فأنا بطالب إذا كان فيه، إحنا مش جايين نتخانق، إحنا جايين بنطرح.